سي عبد الله عسلامة، ولو كان تحكي لنا اليوم تنطلق عملية التلقيح في الصيدليات إن شاء الله. إن شاء الله اليوم انطلقت عمليات التلقيح في الصيدليات. الصيدليات مش الكل، لازم تعرفوا اللي عندنا 2200 صيدلية في التراب التونسي الكل. ثم اللي توا قيدوا أبوفري 500 صيدلي باش يبداو التلقيح اليوم. والتلقيح هذوما وصلتهم من طرف الصيدلية المركزية للبلاد التونسية، كل واحد عنده 100 دوزة باش يتصرف فيه مدة الأسبوع هذا. كل صيدلية تدخل في الصيدلية المتطوعة كما قلت لكم، ثم 500 تفريق توا وتوا فوق 2200. كل صيدلية تدخل في سيت نتاع evax.tn فارماسي وتقيد في السيت هذا، وتقول اللي الصيدليه هذه راهي مستعده باش تقبل الناس باش تلقحها وقتها، وتعمل ان كالندري كامل فيه وقتاش تقبل الصيدليه من اما وقت واحد حتى وقت فهمتي، وفي دي رونديفو. المواعيد هذه كان نجموا الناس تدخل في السيت هذا وتاخذ موعد في الصيدليه اللي تحب عليها. لازم الصيدليه تكون موجوده في السيت هذاك، تاخذ موعد، تقول مثلا يوم الاثنين عندي موعد في 10 متاع الصباح، تشوف في الصيدليه ثم 10 متاع الصباح فارغ، تاخذ موعد هذاك وتمشي 10 متاع الصباح مثلا للصيدليه، تقبلها الصيدليه هذيك، تعمل معها اسئله بيان سور باش تفهم شكون الشخص هذاك، عنده شي امراض، عنده شي كذا، معناها باش تاخذ عليه كل شيء، وتشوف عنده اللي هو مسجل في الايفاكس، مسجل وقتها تعمل التلقيح، يقعد بحذاه 14 ساعه ومن بعد يروح روحه. في صورة ما يكون واحد ماهوش مسجل بالكل في ايفاكس ويحب يلقح، ينجم يلقح في أي صيدلية يحب، الصيدلية اللي فيها التلقيح يدخل يقول راني مانيش مسجل، يسجلوه ويلقحوله. ثم كونديسيون هو لازم يكون عنده أكثر من 40 سنة، فهمتي، هذيك لازم يسجلوه ويلقحوله. شنو نوع التلقيح اللي موجودين توا؟ الوقت الحاضر اللي عطاونا أسترازينيكا، معناها لازم فوق الأربعين. فوق الأربعين الوقت الحاضر. ايه التلقيح بالمجانة. مجانة. ايه وقديه أنا من فارماسي تبيك تقريبا في صفاقس. في صفاقس ما عنديش العدد بالكامل على خاطر يزمني يكون بالضبط نعرف، اوكي، اما نعرف اللي توا 5 ولا 6 بداوا اليوم في الصباح. لكن ينجموا يكونوا باش ينجموا يزادوا، ثم الإلقاء قيد يقول لك نبدا من نهار الثلاث مثلا، مانيش ثابت في العدد. اما اعطيتك العدد الجملي نتاع الصيدليات في التراب التونسي 500. قداش عندكم من تلقيح كل في صيدليه؟ معناها قداش خذيت من تلقيح وسباقس الكل؟ قداش كان ثم امكانيه؟ وفي النهار قداش الواحد ينجم يلقح؟ قلت لك في النهار يلقح في كل صيدليه ينجم يلقح 10 من الناس، كل صيدليه فهمت، وقت اللي تحل ان فلاكون فيه 10 دوزات فهمت، هذاك معناها تستعمل 10 هذوك بابلوس. وثاني حاجه باش نجم نعديك العدد اللي موجود في صيقس، مانيش نقول لك ما نعرفوش بالضبط، الوقت الحاضر ما نعرفوش. كل فارماسي به كل فارماسي قداش عطينها من تلقيح؟ 10 خلق دوز 100 للجمعة هذه. 100 للجمعة. اي نحكي لك في النهار كيحل الزلقة دوز 10 في النهار يزلق. علاش يعمل 10؟ هو يعمل دي رونديفو ما بين الشخص والشخص، يعمل نص ساعة فهمتي، معناها هذاك راهو ينجم يكون أقل، أما يعمل نص ساعة كاتب باش يكون مرتاح، باش يقبل الشخص يحكي معاه في بعض الزلق ويقعد يرتاح الشخص فهمتي، يعمل معناها ياخذ نص ساعة ياخذ وقته، هذيك أحسن حاجة. دونك سعاد اللي يحب يعرف الفارماسي دونك يدخل على ليفاكس فارماسي، يدخل الفارماسي يعرف يكون الفارماسي اللي محلول اللي فيها التلقيح، ويكون عمره اكثر من 40 سنه ويسجل، يكون ماذا به يكون مسجل، واذا مش مسجل ينجم اذا يتعامل مع الفارماسي يسجل، اذا مش مسجل ينجم يمشي للفارماسي هذيك اللي فيها التلقيح ويدخل، كان ثم امكانيه باش يقبلوا ويقبلوا ويسجلوا ويلقح له. فماشي إمكانية نتاع الأقل عمر معنا بيخليه لا كل ما عطوناش ما عطوناش الحق باش نعمل أقل من 40 سنة. الوقت الحاضر ينجم غدوة يجينا أمر يقول لا تنجموا تلقوا، الوقت الحاضر لا فهمتش، ما فيش أقل، نقبلوا كان أكثر من 40 سنة وعندنا كان أسترازينيكا الوقت الحاضر. وراهو اسمع تعرف اسمو تعرفوا اللي معناها التلقيح هذيا مش سهلة باش تدخل الفارماسي، راهو جينا من طرف الموزعين نتاع الأدوية عندهم كما نقولوا شكون ابل لا شين دو فرو، سلسله البرد هذيك اللي التبريد، التبريد هذيك لازم يكون اختلط الفاكسان يجي من الفارماسي سنترال حتى للموزع نتاع الادويه في التبريد يكون منظم، والموزع نتاع الادويه هذاك لي غروسيست هذوك يعطيونا للي فارماسي كيف بالسلسله نتاع التبريد
معناه هون الفرماسيه حضر تروح على للمساله على مستوى الكونجيلاتور. هو راه يكون معناه الفرماسيه اللي قيد يكون حاضر عنده الفريجيدير نتاعو اللي هو يقبل فيه لي فاكسان ويحط فيه لي فاكسان وعنده اوفيشير ويثبت التمبيراتور هذيك يثبت خاطر التمبيراتور لازم تكون اونتر 2 و 8 ماكسيموم. اذا عدى 8 دغري صار صدمه. واحنا عندنا في من الاول هذاك في الفريجيدارات اللي موجودين في الفرماسي كلهم اونتر 2 و 8 من نجم نعدي وكسان خاطر بخلاف تاع الفاكسان هذايا عندنا دوتر فاكسان كيما تاع الفاكسي غريب نتاع الغريب وثم فاكسان نتاع العشم والسمور البي سي جي وكل شيء هذوك عندنا الفاكسان هذوك مقبل موجودين معنا موجودين في الفريجيدارات معناها معناها طريقة الحفظ وكل شيء معناها سيمنا موجودة معروفة. مهما صيدلي عنده فريجيدار نتاعو يكون يتبع الشيء هذا توا الساعة العاشرة تويكا ولا نقولوا عشرة ونص تقريبا فماشي إقبال على التلقيح اللي توا نعرفه أنا توا عندي توا زوج صيدليات تكلمت معاه ثم إقبال اليوم الصباح مثلا ثم فرماسية في ببحر قبلت ديجا خمسة من الناس وعدتهم زرقت لهم ولباس ثم حتى مشكلة في عاد لو نهرب شوية على الفاكسان اليوم وضع الفرماسيات بعد فيها الكورونا معنا برشا ناس نعرف اللي تعبت في التسكيرات والمشاكل تاع التوقيت وضعهم اليوم معنا الوضع تاعهم كيفاش ترى اليوم معنا الوضع الواقع الاجتماعي الواقع الاقتصادي تاع المؤسسات والله تو برشا سيدات تعديت على برشا كما نقولوها صعوبات معنا على خاطر وقع برشا نقص. أول حاجة عندنا نقص في الأدوية، ثاني حاجة معناها حتى الناس وليت ما عادش عندها فلوس باش تشري دونك وقع برشا معناها نقص في رقم المعاملات تاع الصيدليات وقع فهمتي تعبت العباد تعبت بيسير تعبت ثم اللي تعب ثم اللي ما تعبش ما نجمش نقول لك ما نجمش ثم دي ثم صيدليات تعبت ثم صيدليات ما تعبتش فهمتي شكرا أنا كنت ساعة